وللمزيد عن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم لكرة اليد تنضم إلي من محيط استاد القاهرة الزميلة دورية عاطف. أهلا بك دورية، وماذا يجري في محيط استاد القاهرة من فعاليات؟ تحياتي لك شادي ولجميع أستاذ المشاهدين. بالفعل من أمام استاد القاهرة حيث تقام اليوم مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية. بعد قليل في تمام الساعة 7 مساء سيكون هناك مباراة بين الأرجنتين وقطر، وفي 9:30 مساء ستكون هناك مباراة بين الدنمارك وكرواتيا، وبالطبع كان هناك في 4:30 مباراة بين اليابان والبحرين وفازت فيها اليابان على البحرين، ولكنها ليست بالمباراة المؤثرة أو الحاسمة في هذه المجموعة. فبالطبع في هذه المجموعة الدنمارك هي الأولى، وهي التي صعدت بالفعل إلى الدور الربع النهائي وضمنت صعودها، ولكن من الفرق الثلاث المتبقية الأرجنتين وقطر وكرواتيا سيصعد إلى جانب الدنمارك في المركز الثاني؟ هذا ما ستحدد المباريات القادمة. هناك أكثر من سيناريو مطروح شادي ربما في هذه المباريات، يعني في حال فوز الأرجنتين على منتخب قطر بذلك تكون قد صعدت بالفعل الأرجنتين في المركز الثاني بجانب الدنمارك، ولكن في حال فوز قطر على الأرجنتين بذلك يعني نكون جميعنا في انتظار المباراة بين الدنمارك وكرواتيا، ففي حال فوز كرواتيا على الدنمارك تكون قد صعدت مع الدنمارك، ولكن في حال خسارتها بذلك تصعد قطر إلى جانب الدنمارك. وبالطبع يعني الدنمارك سيكون بينها وبين المنتخب الوطني مباراة هامة في الدور الربع النهائي في يوم الأربعاء القادم، ولكن من سيلعب إلى جانب السويد الأولى في المجموعة الرابعة هذا ما سيتحدد يعني مباريات اليوم مع تحديد المركز الثاني من سيصعد إلى الربع النهائي إلى جانب الدنمارك. العديد من الإجراءات الاحترازية تبعناها منذ اليوم الأول شادي وحتى هذه اللحظة يتم تطبيقها بصرامة، ويتم كما ذكرت منذ قليل عمل مساحات لجميع اللاعبين يوميا للاطمئنان على عدم إصابة أي لاعب بفيروس كورونا، وأيضا هناك إجراءات أمنية مكثفة في محيط الاستاد وسيولة أيضا مرورية، مشهد متكامل كما اعتدنا شادي، وربما يعني هذه هي أبرز التفاصيل حتى هذه اللحظة. أشكرك دورية عاطف، كنت معنا من محيط استاد القاهرة.